ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء، حيث كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا في الرياض تقضي بإيقاف أعمال جميع الهيئات الخيرية السعودية العاملة في الخارج، سواء أكانت حكومية أو أهلية أو فردية، وذلك لغرض توحيد جميع الأعمال الخيرية تحت مظلة الهيئة السعودية للإغاثة والأعمال الخيرية. ما الهدف من هذا الإجراء؟ وإلى أي درجة سيشكل قفزة في مجال تنظيم وتقنين النشاط الإغاثي والخيري وحمايته في المملكة؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي في صحيفة الرياض الأستاذ هاني وفا، أهلا بك لسكاي نيوز عربية. لماذا اتجهت السعودية لمثل هذا القرار بعد تقريبا 11 عاما من إنشاء الهيئة الإغاثية المعنية بإيصال المساعدات إلى الخارج؟ وبالتأكيد يعني في المقام الأول هو عمل تنظيمي، عمل تقنيني أكثر من ذي قبله، وطبعا أعتقد أنها ستسند الأعمال الإغاثية في الخارج لمركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذا المركز نحن نعرف إنشأ مؤخرا، هو الذي سيتولى توزيع المساعدات، استقبال المساعدات في البداية، ومن ثم توزيعها بالطرق التي يراها أنها طرق سليمة وإلى مستحقيها أيضا. طيب فضل. يعني القرار حتى تكون الصورة واضحة للمشاهد، يعني بالمؤسسات التي توصل المساعدات إلى الخارج ولن تطال المؤسسات التي تعمل في الداخل السعودي؟ لا، هو بالتأكيد القرار يعني اللي هم المساعدات الخارجية. نحن نعرف أن المملكة تقدم مساعدات كبيرة، كنا نتحدث أنه من عام 1990 إلى 2014 قدمت حوالي 280 مليار ريال كمساعدات متعددة التنوع. فبالتالي أنا أعتقد أنه لا، هذا يشمل المؤسسات الخارجية فقط، المؤسسات الداخلية وضع مختلف. نعم، البعض يتحدث وهناك خشية من أن يمكن أن يسبب هذا القرار يعني تضييق على المسار العمل الإنساني، وهناك يعني مئات بل آلاف المؤسسات الخيرية التي تعمل في الداخل السعودي ولديها جسور إغاثية إلى الخارج. لا أعتقد أن ذلك ممكن، بالعكس أنا أعتقد أن لما توحد الجهود وتضعها وتقننها، تضعها في قناة واحدة بحيث أن هذه القناة توزع بالطريقة السليمة وإلى المستحقين الفعليين، أعتقد أنه أفضل من يكون هو جهد فردي أو مؤسسي لا يرقى إلى المستوى العمل الجماعي المنظم اللي هو في نهاية الأمر حكومي. طيب يعني هذا التوجه سيعني إيقاف عمل جميع أعمال الهيئات الخيرية الأهلية وأيضا الفردية أستاذ هاني؟ العاملة في الخارج، التي تعمل في الخارج. نعم. بالتأكيد. طيب ركز القرار على مسألة مهمة وهي تنقية العمل الخيري السعودي في الخارج من أي شوائب قد تعترض مسيرة هذا العمل، ما المقصود بذلك؟ والله أنا أرى أنه طبعا القرار في قرارات صدرت كثير بعد سبتمبر 2001، احنا نعرف أنه هناك في كثير من المنظمات المحلية الخيرية طالتها اتهامات، الاتهامات هذه أدت في الكثير من الأحيان إلى غلق الكثير منها. فأنا أعتقد أنه عندما يكون هذا العمل مقنن من خلال هيئة واحدة أو مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، أعتقد أنه هذا يعني سيبعد هذه الشوائب، إذا كان هناك شوائب لن يكون هناك في أي نوع من أنواع، خلينا نقول أنه يكون في نوع من أنواع يعني إيصال المساعدات إلى غير مستحقيها، إيصالها إلى الأيادي الخطأ. وحصلت هذه وفعلا كشفت أنه فعلا المساعدات كانت إنسانية ومن ثم لم تصل إلى أهدافها، وصلت إلى أهداف أخرى. طيب ما هي القواعد التي سيتم العمل من خلال مظلة واحدة توحد هذا الجهد الإغاثي خلال المرحلة المقبلة في رأيك؟ وبالتأكيد يعني عندما يكون هناك أي جهة تريد إيصال مواد إغاثية سواء عينية أو مادية إلى مستحقيها، المملكة يعني لها باع طويل في هذا المجال، وصلت يعني مساعداتها إلى أطراف الدنيا. فبالتالي عندما يكون هناك فيها جهة واحدة تستطيع أنها تجمع هذه المساعدات العينية أو المادية وتوصلها، أنا أعتقد أنه عمل منظم، عمل مؤسساتي أفضل مما يكون عمل فردي قد لا يصل إلى مستحقي. الخبرات في هذه المؤسسات ومن لهم باع طويل، كيف يمكن يعني الاستفادة منها في هذا المجال الخيري تحت مظلة يعني مؤسسة تشرف عليها الدولة؟ وبالتأكيد المؤسسة موجودة اللي هي مركز الملك سلمان للإغاثة، فأعتقد إذا كان هناك في خبرات يستعان بها، أعتقد المركز لن يعني يتوانى عن الاستعانة بهذه الشخصيات أو شيء من ذلك القبيل، ولكن أعتقد المركز له نظامه، له قوانينه، له أهدافه، بالتالي يعني قد يحتاج إلى يعني أشخاص من هؤلاء أو قد لا يحتاج له. طيب الآن النطاق الذي تحتاج له يعني هذه المساعدات الخيرية أن تصل، وأوجه المساعدات التي تتطلبها
يعني المناطق التي تحتاج في الخارج ويجب التحرك إليها؟ وبالتأكيد يعني إذا فهمت سؤالك فأنا أعتقد أنك أنت قصدك أنه كيف توصل هذه المساعدات إلى مستحقيها مثلا؟ يعني هناك هيئة إغاثية موحدة هنا في للعمل في اليمن، هناك أيضا بؤر أخرى تحتاج إلى مساعدات، كيف يمكن تنسيق هذه الأولويات في ظل مظلة واحدة؟ المركز دولي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز دولي وليس محلي، فبالتالي لديه من الخبرات على رأس الدكتور ربيعة وهو وزير صحة سابق ورجل متخصص، فأنا أعتقد أنه يعني ليس من الصعوبة أنك أنت تجمع المساعدات لعدة أطراف ثم تقوم بتوزيعها، يعني هذه ليست مشكلة، هي عملية تنظيمية في المقام الأول، وأعتقد أن القائمين على المركز عندهم القدرة على ذلك. فصل دائما ما يربط العمل الخيري الغير منظم بالإرهاب، هذه الخطوة وباختصار لأي درجة تفصل هذا الارتباط؟ هذا تفصلها تماما، أنا أعتقد أحد أهداف تقنين المساعدات الخارجية عبر جهة واحدة هو إيصال المساعدات المستحقيها وإبعادها عن الأيد الخطأ. أشكرك الأستاذ هاني وفاء الباحث السياسي في صحيفة الرياض، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. شكرا.